ترجي رياضي تونسي مكارم مهدية ديما يكونوا مباراة حماسية، رغم معناها ترجي يظهر لي أقوى فريق في تونس بحكم الألقاب اللي هزها وبحكم الإفكتيف اللي عنده. أما الأكيد احنا حضرنا كوم يلفو الماتش إن شاء الله، وباش نلعبوا حظوظنا كاملة وعازمين إن شاء الله باش نلعبوا لآخر لحظة ونحاولوا ننتصروا كان حالفنا الحظ بحول الله. صحيح ماتش خويا بالنسبة للمكارم، خاطر هي أنا كما نعرفوا الناس كل مكارم تلعب على ماتش الأخر معناها نتاعها، احنا باش نلعبوا معناها للأخر وإن شاء الله بقدر ربي باش نربحوهم، ما نعطيهمش الفرصة معناها باش يعملوا حتى حاجه معانا. ماذا بينا ساعه اول حاجه نفهموها الرزنامة كيفاش تصير، باش نجموا نفهموا روحنا، خاطر اللي شفناه واللي جاتنا هكايا في الاوفيسير ما جانا شيء، اما اللي جانا في الكوليس معناها باش نلعبوا في رمضان سبت اربعه وسبت اربعه وسبت اللي هو تعب برشا على الجوالات واحد، والشامبيون والكوب اخر في الكوب فينال كوب لو 7 مي، واحنا نمشيو لو 9 للنيجر، ماذا بينا نلقاو تيران دونتونت هنا باش نجموا الناس الكل، احنا باش نمثلوا تونس واحد، ماذا بينا الناس كل تتعاون معنا شويه شويه. شرف لي اللي نكون اول مباراه بالنسبه لي كديليجي تكنيك، الحمد لله يا ربي وفات المسيره التحكيميه كحكم، وان شاء الله نكونوا وفقنا باش نشرفوا تونس ونرفعوا العلم نتاعنا، والحمد لله كانت مشاركتنا الكل مشرفه والحمد لله من فضل ربي.
شكرا طبعا الحمد لله على الفوز الحمد لله رب العالمين. فرقة المهدية من الفرق المحترمة جدا اللي دايما أنا بحب ألعب قدام فرقة المهدية لأن دايما بيقدموا هاندبول راقي وأنا بحب الهاندبول الراقي لأن بيبقى فيه الماتش بيبقى فيه ندية وبيبقى فيه سجال وقراية أفكار ما بين المدربين وبين اللاعبين. زي ما شفنا الماتش جه وراح جه وراح أنا حاولت أجرب عدد من اللاعبين النهاردة أشركت أكبر عدد من اللاعبين النهاردة الحمد لله بحاول أحافظ على أن أنا أشرك أكبر قدر وفي نفس الوقت أحافظ على الفوز بتاعنا الحمد لله رب العالمين. تعرف مازالوا دو ماتش باش نضمنوا ترشحنا للبلاي اوف. اليوم جينا لعبنا حظوظنا للاخر ما شفناش شكون قدامنا لعبنا الكره للكره. ترجي رياضي تونسي نعرفوه فريق محترم في قاعته بالذات يكون اقوى. احنا حاولنا وعملنا علينا باش ناخذوا دو بوان ربح باش نضمنوا على الاقل ترشح للبلاي اوف. ما سهلش ربي مازال عندنا ماتش في ابن خيار ربي وفقنا ان شاء الله ونكونوا في البلاي اوف ان شاء الله. الحمد لله الانتصار اليوم خلينا نورمالمون نكملوا في المرتبه الاولى قبل ما يكون شيء تصير معناها نخسروا في ساقيه الزيت اكثر من 6 بونتو. الحمد لله اليوم أدينا وكانت من الأول معناها بدينا بالكدا وبعد هما رجعوا شوية تحنفوا شوية أما بدينا تزميتهم بالكدا وكملنا الماتش كله عليز الحمد لله.